أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السابع. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى التعريف بمادة اللغة والأدب لطلاب الصف السابع، فأهلا وسهلا بكم أحبائي وطلابي الأعزاء. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سنقوم بالتعريف بكتاب اللغة والأدب وموضوع كل وحدة ومحتوى وحدات الكتاب بالتفصيل. الوحدة الأولى يا عزيزي الطالب هي بعنوان حدود الشمس. في هذه الوحدة سوف نتطرق إلى فن من الفنون الأدبية وهو فن المقالة. سوف نتعرف على مفهوم فن المقالة وأنواع المقالة، ثم نطبق موضوعا على فن المقالة بعنوان التدخين، وأيضا مقالة بعنوان المراهقة، ثم نتطرق إلى نوع آخر من أنواع الفنون الأدبية وهو فن الحوار وفن المنشور. بالإضافة إلى عزيزي الطالب أننا سنتطرق إلى المهارات اللغوية وسنقوم بمراجعة القواعد النحوية التي تم التطرق إليها سابقا من هذه القواعد من أنواع المعرفة، وبالإضافة إلى القواعد الإملائية كحالات استثنائية في كتابة الهمزة المتوسطة وكسر همزة إن. في هذه الوحدة عزيزي الطالب سوف نتطرق أيضا إلى فن من الفنون الأدبية وهو فن الرواية. فن الرواية سوف نتعرف على مفهوم الرواية وعلى أنواع الرواية ونجيب على الأسئلة التابعة لرواية عائد إلى حيفا. إذن عزيزي الطالب في هذه الوحدة سوف نقوم بتحليل رواية عائد إلى حيفا ومناقشتها والإجابة على العديد من الأسئلة، أسئلة الفهم والاستيعاب التابعة لهذه الرواية والتي سوف تجدها في كتيب اللغة والأدب. في النهاية عزيزي الطالب ستقوم بتحليل هذه الرواية تحليلا أدبيا وبيان شخصيات هذه الرواية والملامح الشكلية والنفسية التي طغت على شخصيات هذه الرواية، وسوف تقوم أيضا بتقمص شخصية سوف تختارها من شخصيات رواية عائد إلى حيفا وتطبقها أمام زملائك. أيضا عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى العديد من المهارات اللغوية في هذه الوحدة كمن أنواع المعرفة اسم الإشارة ومراجعة الهمزة المتوسطة وكسر همزة إن والاسم الموصول واتصال إد بالظروف والإضافة والمعرفة والاستفهام بهل والهمزة. وسوف نشاهد العديد من المقاطع المرئية، النكبة، النكسة، والحلقة الأخيرة من رواية عائد إلى حيفا، وغسان كنفاني، وقصيدة القدس للشاعر نزار قباني. أيضا عزيزي الطالب سوف نجيب على العديد من أوراق العمل التي تدعم هذه المهارات اللغوية والنحوية والتي سوف تجدها دائما عزيزي الطالب في كتيب المهارات اللغوية. في هذه الوحدة عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى فن آخر من الفنون الأدبية وهو فن المسرح. سوف نتعرف على فن المسرح وعلى أنواعه وأشكاله وخصائصه وأغراضه، وسوف نقوم بتدوين هذه الملاحظات التي تعرفنا عليها على كتيب اللغة والأدب وعلى دفاتر الطلبة. سوف نطبق ما تعلمناه من خلال مسرحية شريعة الغاب لأحمد شوقي، وسوف نجيب عن أسئلة تابعة لهذه المسرحية وأسئلة تابعة لمسرحية تاجر البندقية ومسرحية
إذا عزيزي الطالب سوف نتعرف أيضا بالتالي على مسرحية تاجر البندقية، سوف نتعرف على العديد من المهارات اللغوية. كالضمائر المتصلة والفعل الصحيح في حالات الرفع والنصب والجر. وأيضا سوف نتطرق إلى قاعدة إملائية بعنوان همزة القطع والوصل في الأفعال والأفعال الخمسة، وسوف نجيب على العديد من الأوراق التابعة، أوراق العمل التابعة لهذه القواعد النحوية والإملائية، والتي سوف تجدها عزيزي الطالب في كتيب المهارات اللغوية. سوف نشاهد العديد من المقاطع المرئية، كمقطع عن الكاتب ويليام شكسبير، ومقطع المحكمة من مسرحية تاجر البندقية، ومقطع من مسرحية غربة، ومقطع عن الجشع لربطه بشخصية شايلوك. في هذه الوحدة عزيزي الطالب أيضا سوف نتطرق إلى نوع آخر من الأنواع الأدبية، أنواع الفنون الأدبية، وهو فن الشعر. سوف نتعرف على مفهومه، أنواعه، أشكاله وخصائصه وأغراضه، وسوف نطبق ما تعلمناه على العديد من القصائد، كقصيدة من حكم الشافعي للإمام الشافعي، وقصيدة أحن إلى خبز أمي لمحمود درويش، وأيضا قصيدة إلى طغاة العالم لأبي القاسم الشابي. أيضا في هذه الوحدة عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى العديد من المهارات اللغوية، كمراجعة همزتي القطع والوصل في الأفعال والتطبيق عليها من خلال العديد من الأوراق العمل التي سوف تجدها في كتيب المهارات اللغوية. المبني للمعلوم والمبني للمجهول، سوف نتعرف على مفهوم المبني للمعلوم وكيفية تحويل المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول والمبني للمجهول إلى المبني للمعلوم. وأيضا سوف نتطرق إلى حرف الفاء المتصل بلام الأمر، وسوف نشاهد العديد من المقاطع المرئية، كقصيدة أمي للشاعر محمود درويش، وإلى طغاة العالم للشاعر أبو القاسم الشابي. في هذه الوحدة عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى فن من الفنون الأدبية أيضا، وهو فن القصة. سوف نتعرف على مفهوم فن القصة وعلى أنواع الفنون القصصية وتقنياتها، وسوف نقوم بتحليل العديد من القصص الأدبية، كقصة العم صالح وقصة الشيوخ الثلاثة. سوف نقارن ونقارب بين قصة العم صالح وقصة الشيوخ الثلاثة. وأيضا عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى العديد من المهارات اللغوية، كحرف الشرط إن المدغم بما، وسوف نتطرق إلى قاعدة نحوية وهي المفعول لأجله، وقاعدة إملائية بعنوان همزة القطع والوصل في الأسماء، وسوف نتطرق عزيزي الطالب إلى الأعداد من 1 إلى 10، وحروف تكتب ولا تنطق، وسوف نجيب على العديد من أوراق العمل الموجودة والتي سوف تجدها عزيزي الطالب في كتيب المهارات اللغوية. في النهاية عزيزي الطالب، بالإضافة إلى كتيب اللغة والأدب الذي سوف نتناول به هذه الموضوعات الأدبية وهذه الفنون الأدبية، وسوف نتطرق إلى مفهومها وأنواعها والتطبيق عليها وتدوين الملاحظات عليها، هنالك أيضا كتيب المهارات اللغوية، وهذا الكتيب يحتوي على أوراق عمل تدعم القواعد النحوية والإملائية التي سوف نتطرق إليها، وتعزز
تطبيق هذه القواعد وتقويها. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، وأتمنى أن تكون هذه السنة هي سنة مليئة بالنجاح والتفوق. طاب نهاركم بكل الأمل والخير أحبائي الطلبة طلاب الصف السابع.